برحب بحضراتكم مرة أخرى. كان قبل الفاصل طرحت سؤال على الأستاذ أحمد حسن عن طريقة التعامل مع الصحفي والإعلامي مع الصعيد ولماذا لا يركز أو يعني كمان يدفع زملائه للتركيز على الصعيد. لكن اسمح لي أستاذ أحمد بس عشان كمان معنا على الهاتف اللواء محمود عطيق محافظ سوهاج. صباح الخير سيادة المحافظ. صباح النور. أنا سهلا. الحقيقة مرة أخرى بنفتح ملف الصعيد المهمش وملف المشاكل، العديد من المشاكل اللي بيضمها هذا الملف، ومعي ضيوفي في الاستوديو الحقيقة هم من أبناء الصعيد، أو أي نعم قاطنين هنا في القاهرة، لكن هم من أبناء الصعيد المهتمين جدا بشأن الصعيدي وعملوا جبهة حقوق الصعيد. ده الجميل في الموضوع إن هم بيحركوا زي ما بيقولوا المياه الراكدة. عايز أعرف من حضرتك محافظة سوهاج ايه الخطة او ممكن يكون التصور لتنمية محافظة سوهاج وهي اكثر المحافظات فقرا على مستوى الجمهورية. وعايز اسأل حضرتك كمان لان الاستاذ احمد ضيفي قال ان يعني احد المسؤولين قال له لا دي محافظة سوهاج من اغنى المحافظات على مستوى الجمهورية. ده مين اللي قال كده؟ ده التساؤل بقى يعني، عشان كده انا بسأل حضرتك تصحح لنا المعلومة. والله انا بصحح على مين المحلية مع المحافظ. الحقيقه كان رد الاستاذ احمد بيقول لحضرتك سياده اللواء عادل لبيب وزير التنميه المحليه. وزير التنميه المحليه قال له محافظه سوهاج من اغنى المحافظات على مستوى الجمهوريه. ده هي غنيه طبعا بالناس اللي فيها. سوهاج من اكبر محافظات الصعيد، فيها 4.6 مليون نسمه، فتعتبر غنيه بالناس اللي فيها بالتاكيد. لكن نسبه الفقر في سوهاج معديه 50%، نسبه البطاله في سوهاج معديه 18%. يعني طبعا الاهمال طال الصعيد كله، يعني مش هنقول سوهاج بس لكن طال الصعيد كله. لكن مع وجود العدد او الكتله السكانيه دي 4.6 مليون داخلين على 5 مليون، معدل النمو السنوي في حدود 125 الف مواطن، فده يعني ايه برضه محتاج خطط وخطط بعيده المدى. الحمد لله احنا لما جينا كان في مشاكل كتير جدا، بدانا نحط على المشاكل، لكن عشان نحل المشاكل دي عايزه وقت. مشاكل تراكمت في 30 40 سنه محتاجه وقت عشان تتحل. انا شايف ان في اراده سياسيه لدى الدوله لحل مشاكل الصعيد. احنا كان مخصص لسوهاج 162 مليون جنيه في الميزانيه اللي طلعت قبل 30/6، بعد 30/6 اللي رصد لسوهاج يعدي ال 2 مليار جنيه. كويس. عشان بنيه اساسيه كانت معطلة من قبل الثورة، كباري، طرق، محطات مية، محطات صرف صحي، إنشاءات كتير جدا كانت مفتوحة ووقفة بقالها 3 سنين نتيجة لعدم وجود تمويل ونتيجة لأحداث الثورة. يعني التمويل وصل الحمد لله وحنتحرك؟ الحمد لله بعد 30 يونيو بدأ يوصل تمويل لمعظم المشروعات من طرق، من كباري، من محطات مية، من محطات صرف صحي، بدأت الأمور تتحرك شوية. ست محافظة. الدولة مش بخلانة، ولكن انت عارفة احنا 27 محافظة، مش هقول ان الصعيد بس اللي كان فيه اهمال، لكن وجه بحري برضو كان فيه اهمال، القاهرة والعشوائيات اللي حوالين القاهرة كان فيها اهمال بالتأكيد، بس مدن الصعيد كانت الاكثر اهمالا. دي هو تركيزنا على هذه النقطة. بالظبط كده. بس انا بس عايزة يعني حضرتك تسمح لي ان انا نمرة واحد طبعا احيي حضرتك على الصراحة، لان دايما احنا ما بنكلم، مش دايما يعني، بس في بعض المسؤولين يقول لك كل حاجه تمام وكله تمام، لكن حضرتك طبعا احيي حضرتك على الصراحه. و طبعا احنا مش هنضحك على نفسينا، طبعا كفايانا كده، لازم نقول الصراحه ولازم نكون شفافين ولازم نشتغل عشان نبني. بالظبط بالظبط مع حضرتك. عندي ضيفي في الاستوديو الاستاذ احمد حسن من جريده اليوم السابع، عايز يوجه لحضرتك تساؤل. اتفضل. سياده المحافظ صباح الخير. صباح النور. سيادة المحافظ حضرتك قلت انه المحافظة تحتاج لخطط طويلة المدى، طب انا عايز اسأل حضرتك في ظل الميزانية اللي حضرتك بتقول عليها الزرت ووصلت ل 2 مليار جنيه، هل ما فيش أي خطط يعني عاجلة لحل المشاكل الصعيد أو إنشاء مشروعات صغيرة لتوظيف للقضاء على مشكلة البطالة في المحافظة، وخاصة أن المحافظة سوهاج من أكثر المحافظات الطريدة للسكان زي ما حضرتك عارف، وحضرتك من ساعة ما جيت المحافظة وحضرتك يعني بتبذل مجهود كبير لحل المشاكل، كنا عايزين بس نعرف من حضرتك الخطط العاجلة اللي حضرتك وضعتها منذ توليك حقيبة المحافظة، الخطط العاجلة لإنشاء مشروعات صغيرة. برضو بالنسبة لموضوع السياحة، أنت حضرتك هل ما فيش أي خطة داخل المحافظة
لابراز سوهاج على الخريطه لوضع سوهاج على الخريطه السياحيه، وخاصه ان هناك متحف في المحافظه لاكثر من 10 سنين لسه لحد الان لم يتم الانتهاء منه. هو سوهاج فيها العراب المدفونه اكثر من 10 سنين. اكثر من 10 سنين المتحف. عايز اعرف السبب من حضرتك، لماذا لم يتم الانتهاء من هذا المتحف حتى الان، وخاصه انه سوهاج مليان. طب احنا بس معلش عشان ندي بقى فرصه لسياده المحافظ يرد يعني. اتفضل سياده المحافظ. هنبدا الاول بالمشروعات الصغيره. احنا عاملين حصر المشروعات الصغيره اللي مطلوبه على مستوى المحافظه، فاصل فوق ال 8000 مشروع. عشان نقول بمتوسط 10,000 جنيه لكل مشروع، يعني داخلين مثلا في 80 مليون جنيه. بدأنا فعلا مع وزارة التنمية المحلية مع الصندوق الاجتماعي، بدأنا فعلا نشتغل في الموضوع ده. إن شاء الله الفترة اللي جاية بدأنا ننمي بعض الصناعات الصغيرة اللي كانت بدأت تندثر، زي النسيج وزي اليدوي وزي النول وزي الحرير. عملنا مزرعة، يعني بدأنا نعمل مزرعة على حدود الأز عشان ننتج الحرير تاني في أخميم. كل ده بدأنا فيه. بدأنا نبص للألوان اللي اتقفلت واللي اتبنت واتقفلت لفترة طويلة وموجودة في أخميم. بدأنا نبص للمشروعات وعملنا حصر بيها، وإن شاء الله هنبدأ من الأسبوع دوت في عملية القروض للمشروعات الصغيرة. بالنسبة للسياحة، السياحة لها مقومات. عشان أقول سياحة لازم يبقى عندي فنادق، لازم يبقى عندي منشآت سياحية، لازم يبقى عندي طرق. الموضوع ده أهمل كتير في سوهاج. عشان أحط سوهاج على الخريطة السياحية لازم أشوف الأول إيه هي المقومات اللي تبني السياحة عندي. طب معلش انا بقطع حضرتك، لكن سوهاج منطقه غنيه خصوصا بال نقدر نقول السياحه الدينيه اللي فيها طبعا العديد من الكنائس طبعا التاريخيه الهامه اسلاميه ومسيحيه، وفيها اثار طبعا، فيها انا بسأل فيها العرابه المدفونه على ما اعتقد، فيها معبد ابيدوس، وفيها منطقه اخميم. منطقه اخميم دي مدينه كامله عايشه فوق مدينه اثريه. طب يعني ده دافع اكيد ان احنا نحاول بقى ننشئ مجموعه من فعلا الفنادق، لان سوهاج ما فيهاش فعلا فنادق خالص على ما اعتقد. فهي الموضوع مش ان انا احطها على الخريطه بس، لا، لازم الاول ابدا اعمل مشروعات تخدم السياحه. لازم يبقى في فنادق، لازم يبقى في كازينوهات، لازم يبقى في استراحات، لازم لا في حاجات كتير، لازم يبقى في طرق، لازم يبقى في منشآت سياحيه على النيل الجميل اللي موجود في سوهاج، اللي من اجمل المناظر النيل اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. بعد اذنك يا معالي المحافظ، بالنسبه يعني كانوا في الاول الحجه للمسؤولين يقول لك ما فيش طرق، طريق سوهاج البحر الاحمر اللي تم افتتاحه منذ عامين، والمطار، لماذا لم يتم يعني المطار؟ مطار ما فيش غير رحلتين شغالين فيه لحد الاربع اعتقد. أربع رحلات. لماذا لم يتم؟ ندي فرصه بس سياده المحافظ اتفضل. أربع رحلات وبييجوا كاملين بالكامل ذهاب وعودة، وإحنا نفسنا يبقوا طول الأسبوع إن شاء الله. في شهر إبريل هيشتغل ليلي، لأن مطار أسيوط هيتعطل فترة في صيانة، فمطار سوهاج هيشتغل نهاري وليلي، وإن شاء الله هتزيد عدد الرحلات قريب. بالنسبة لسوهاج برضو أنا أقول قبل الطريق الشرقي وقبل الطريق الغربي كانت تعتبر من أبعد المحافظات عن القاهرة. بعد إنشاء الطريق الشرقي والطريق الغربي والمطار أصبحت سوهاج في وسط الصعيد. محتاجه وقت عشان تبدا تنمو، مش هتنمو في يوم وليله. برضو انا عايز انوه عن مشروع المثلث الذهبي اللي الدوله شغاله فيه دلوقتي، اللي هو سفاجه القصير هنا. المشروع ده هينمي الصعيد كله، مش المثلث بس، المشروع ده واعد بالظبط. خلال مداخله قبل كده مع حضرتك كنا فعلا طرحنا هذا المشروع، وهو مشروع واعد، وان شاء الله يعني يكون السبب في نقله حضاريه للصعيد. جدا في تنميه الصعيد، بدا يدخل حيز الدراسات، مطلوب له 5 مليون دولار، وزير التخطيط وافق على امدادهم ب 5 مليون دولار، وهيخش حيز الدراسات قريب، مكاتب استشاريه عالميه زيه زي مشروع قناه السويس. ان شاء الله قريب يخش حيز التنفيذ. يا رب ان شاء الله. سياده اللواء محمود عطيف محافظ سوهاج، جزيل الشكر لحضرتك، وارجع مره اخرى لضيوفي في الاستوديو. والحقيقه احنا من خلال المكالمه مع سياده المحافظ عرفنا حاجات كتير، ان خصوصا يعني وحطينا تحت خطوط ان احنا بنتكلم عن منطقه فعلا غنيه، لكن غنيه بالايه نقول بالموارد اللي صح. ممكن فعلا لو تم استخدامها بشكل جيد منطقة الصعيد ممكن تتغير بشكل كبير. طب أرجع لحضرتك بقى كابتن عبد الحميد مرة أخرى، وعايز أعرف رؤية لو الجمعية أو جبهة حقوق الصعيد لها رؤية، يعني عملت خطة محددة
كرؤيه مستقبليه، خصوصا حضرتك قلت ان هي هتبقى حزب، فحزب لازم يبقى له رؤيه ويبقى له توجه وهكذا، خطه محدده لتنميه الصعيد. هو يعني احنا هنعمل حزب، الحزب ده لمصر كلها، عشان حسب الدستور ما ينفعش نعمل حزب لجزء جغرافي معين او على اساس ديني او حاجه، لا احنا بنعمل حزب لكل مصر. الحزب برضو تاني عايز اقول حاجه كده، يعني هو مش تجاوز ولا حاجه، اللي بنتكلم فيه ده اتكلمنا فيه كتير جدا تاكيد خلاص. يعني انا بس يعني قبل ما اخش في الموضوع ده في الحزب، انا زعلان جدا من الاستاذ احمد المسلماني، وزعلان جدا من القاضي الجليل اللي بحترمه جدا المستشار عدل منصور، ده حاجه في نفسي انا بقولها لهم يعني، والاستاذ عمرو موسى. نبدا بقى الموضوع، الحزب الحزب ده لكل مصر، الرؤيه احنا هنجيب لكم مشاكل الصعيد وهنجيب لكم حلول لمشاكل الصعيد، وفي نفس الوقت الرئيس القادم ان شاء الله لابد انه يلتقي بينا، يبقى بقى حاجه بقى نفكر تفكير منطقي وعلمي شويه، مش مجرد انه سين من الناس. اما التفكير المنطقي والعلمي بيقول ان احنا لازم يبقى عندنا خطه، ولازم من خلال هذه الخطه دي يبقى فيها كمان اولويات. اقول لحضرتك اولوياتنا حاجتين وبالظبط في نقاط بس مختصر عشان انا الوقت بدا يعني. الاولويات حاجتين، هو انا عايز اكل عيش، عايز اشتغل واكل عيش واشرب كوبايه ميه نظيفه، فيها مشكله؟ دي الاولويات بتاعتنا، ان اشتغل واعيش عيشه. لا مش اولويات الطلبات، احنا بنقول اولويات يعني عمل تغيير، اولويات الاكل العيش ده عن طريق ايه؟ واحد اتنين تلاته. التغيير في الصعيد على المستوى السياسي ان لازم الرئيس اللي جاي يعرف انه بيتعامل مع تلت الدوله. خلاص؟ ده تلت الدوله مهمش. وحضرتك برضو برجع تاني الكلمه اللي قلتيها في الاول خالص مش عايز اكررها تاني، بلاش تهملوا الصعيد. بلاش تهملوا الصعيد عشان ده خطر، ما ينفعش. انت لما تامن الصعيد بتأمن الدولة كلها، ما ينفعش جزء يبقى مهمش في الدولة. للي بيفكر بقى يفهم كلمتي دي معناها ايه. الحاجة التانية، الرئيس القادم لنا استحقاقات عليه، وهنديله أصواتنا بناء على الخطة اللي هيقدمها لنا سواء في الحزب أو للعائلات عندنا، احنا هنقعد معاه. مش للعائلات، احنا بنتكلم بقى على عموم الناس. ما الصعيد، ما هقول لحضرتك الصعيد عائلات، ما انا عارفه، بس احنا عايزين نتكلم دايما زي ما احنا مش عايزين نوع من الايه التخصيص والتفريق، نتكلم بقى على الثانويه قبائل والصعيد عائلات. لا احنا عايزين نتكلم على كل مواطن مصري. حاجة بسيطة جدا، ممكن اضيف حاجه بقى ثانيه واحده بس احمد، بس اكمل. طيب معلش ثانيه واحده، بص حضرتك الرئيس القادم احنا هنقعد معاه، احنا عايزين ايه؟ عايزين يبقى عندنا تنمية في صعيد مصر عشان نبقى زي المحافظات بتاعت اللي هي اللي فيها تنمية. خلاص ده نمرة واحد. نمرة اتنين هنديله صوتنا بناء هيعمل لنا ايه. نمرة تلاتة، اتمنى وان شاء الله ممكن نتقابل مع حضرتك كده بعد 16 نتكلم، اني لما يجي بعد كده مجلس الشعب القادم ان شاء الله، ان الشباب هناك برضو مهمش، في ناس بتسيطر على الكراسي والانتخابات ومجلس الشعب، النسبة 5% اللي هياخدوها في مجلس الشعب، يا ريت المحافظات المهمشه دي يلاقوا ناس زي ما المراه مهمشه كده، وان شاء الله ما تهمش الفتره اللي جايه. مش هيحصل تاني ان شاء الله. احنا برضو بنقول في شباب مهمش في صعيد مصر، يا ريت المجلس اللي جاي يراعي الموضوع ده. اروح بقى للاستاذ احمد، حضرتك اولا عند حضرتك تعليق، والنمره اتنين وهو هيبقى يعني زي ما نقول سؤال اخير، حضرتك شايف ان مشكله الصعيد بيتم تداولها سواء اعلاميا او سواء من الناحيه الحكوميه، نقدر نقول بطريقه انا مش عايزه اقول اللفظ كده بس هو للاسف هو ده توصيف متجره. خليني ابدا مع حضرتك بالنسبه لخطه الجبهه، احنا بنعد حاليا لقاءات مع المحافظين لعرض المشاكل كل محافظه، بنجيب ممثلين من كل محافظه، خمس شباب من الجبهه ماشي، هنقعد معاهم نعمل لقاءات ونقول المشاكل المحافظه 1 2 3 4، والمفروض انك انت تسلط الضوء من تتنوع من مشروعات المشاكل المحافظه، الاحتياجات اللي هكذا، وكل مشاكل المواطنين الخاصه بالمحافظه، وده هيكون من ابناء المحافظه نفسها اللي عايشين جوه، عشان دي حاجه بالنسبه للخطه. ده بالنسبه لخطه الجبهه، لقاءات مع المحافظين، وبعد كده برضو هننتقل للوزراء من مشروعات كل محافظه، هناخد نختار مشروع او اتنين في الاولويات كاولويات لكل محافظه، ونعرضها على السيد الوزير كاولويه، انه المفروض مشكله الصعيد هي مشكله سياسه الدوله، مش مشكله اعلام او مشكله غيره، مشكله سياسه الدوله انه ما فيش سياسه، الدوله مش مهتمه بالصعيد، ما فيش سياسات اهتمام اصلا بها، ودي مشكله كبيره. انا دلوقتي اول لما اجي اسلط الضوء على قضيه معينه في ظل انه الدوله مش مهتمه اصلا بالصعيد، ما فيش اي رد او تاثير هيكون للقضيه دي، لازم الدوله تكون ليها سياسات تهتم، سياسات تهتم بالصعيد ومشاكل الصعيد. يعني مثلا احنا الجبهه كانت ليها برضو مقترح
في الحكومه اللي جايه. خلي المقترح ده هيبقى اخر حاجه لان انا وقتي للاسف نفس فمعلش. طب ما ينفعش ثانيه واحده اي حد يحضرك تعليق اخير بس طبعا. المقترح بقى سريعا. المقترح لا ده مقترح بسيط انه يكون في ده وزير في الحكومه اللي جايه لشؤون الصعيد يختص بشؤون الصعيد بكل مشاكل يبقى مطلوب في الحكومه الصعيد. القادمه وزير لشؤون الصعيد يعني والله لشؤون ده طلب انا على فكره طلب انا طلب الجبهه يعني تعليق اخير الحكومه اللي جايه والله العظيم عندنا شباب في الصعيد جينيوس تعالوا بقى شوفوا بقى يعني في قيادات زي الفل احنا اقل ناس فيهم على فكره بالمناسبه يعني الحكومه اللي جايه دي اتمنى بقى يا ريت يبقى في الحقيبه الوزاريه يبقى في حقيبه وزاريه للصعيد عشان اجيب لك مشاكلي ما ينفعش كل الوزراء يبقوا من مكان واحد او من محافظتين او ثلاث محافظات بنطلب ده من الرئيس القادم ورئيس الحكومه اللي جايه بس زائد اختيار نواب للوزراء من الصعيد يعني نائب او اثنين او ثلاثه للوزراء كمساعدين يعني في ظل سياسة الحكومة برضو بتقول ان احنا بنختار الشباب كمساعدين واعلان يعني هو مش هنختار من حتة لكن احنا بنقول عايزين العدل زي ما احنا بناخد من اسكندرية وزي ما بناخد من القاهرة وزي ما بناخد من محافظات عديدة في الوجه البحري يبقى ناخد كمان من محافظات مش عايزين بقى عدد معين ولا توجه معين لكن لازم العدل لان الصعيد جزء مهم جدا من مصر جزء فيه العديد من الموارد الهامه جدا واحنا بنتكلم على تلت السياحه ده دي حاجه كده خالص الدوله من حيث السكان تلت الدوله وتلت الدوله يعني هو طبعا مصدر الى حد كبير للعماله فاحنا عايزين يتحول الموضوع الى بالعكس الى جاذب للعماله لان هو في فعلا اماكن كتير ممكن نشتغل فيها هناك. في نهايه لقائنا اسمحوا لي ان انا اشكر ضيوفي اللي شرفوني النهارده في الاستوديو كابتن طيار عبد الحميد حسن الصعيدي جزيل الشكر وحضرتك شرفتنا وشكرا كمان على الجبهه طبعا جبهه مطالبه بحقوق الصعيد دي حاجه جميله جدا والأستاذ أحمد حسن صحفي في جريدة اليوم السابع شرفتونا ومشاهدينا كلمة أخيرة الحقيقة إحنا إلى حد ما مش عايزين كلام كتير وعايزين بقى إيه من يعني بلاش الكلام أنا أتمنى من الجميع وكل شبابنا يعني إحنا مش عايزين كلام مرسل كلنا عايزين نشتغل وكلنا لا ياريت اللي عنده مشروع يبقى مشروع مكتوب بأولويات بآليات هو ده طبعا واجب للحكومة بس إحنا لازم نساعد بعض واحنا شايفين ان الدولة يعني فاحنا لازم نساعد بعض علشان نقدر نقف على رجلينا وان شاء الله مصر بكرة افضل بكتير فاصل ورائد اعمال